اسمي روان بشرات من معلول وانا الجيل الثالث بعد النكبه بحس انه بهذا المحل انا مش بحاجه اشرح من وين انا وبكل بساطه انا من هون بمحلات تانية لازم الواحد يشرح كلاجئ من وين هو ومن وين بالاصل وهون انا بحس كتير مرتاحه اقول انه انا من هون شو القصه واتس ذا ستوري القصه هي ممارسه العوده، تصور العوده ومش بس احياء النكبه وذكرى النكبه والحديث عن حق العوده، وانما الممارسه بالفعل. احنا في معلول من مارس العودة بكتير طرق مؤخرا ابن خالي جوز في معلول في الكنيسة كان احتفال في الكنيسة بعدها كان في ريسبشن برا اللي فيه عمليا كان في الناس التقت تجمعت كانت مبسوطة ما كانش بس في حديث عن عن معلول وايش كان في معلول بال 48 لا كانت حياة كان العرس بكل معنى الكلمة عادي الإحساس في العرس في معلول كأول إشي كان يعني من ناحية كأنه إشي طبيعي وعادي بس من ناحية تانية يعني هذا عرس في قرية مهجرة بالعرس كان هذا المكان ملان ناس وبشع حياه اليوم احنا موجودين هون والمكان فاضي بيوم احنا بنحس انه احنا عم نمارس وعم نعيش بنكون مليانين بس في كمان مرات الاحساس تاع الفراغ بهذا المحل فهذا هو التناقض كمان اللي موجود وانا بفكر هذا كمان جزء من هويه اللاجئ بكل سنه ثاني يوم عيد الفصح بيكون في قداس عيد الفصح اللي فيه كمان عمليا بيكون في كل اهالي معلول مسيحيه واسلام بيكونوا موجودين في معلول اللي بيعيشوا عيد الفصح بشكل طبيعي وعادي في معلول بيكونوا موجودين في معلول وبيمارسوا الحياه في معلول الحياه بمعنى انه بنيجي على الكنيسه بعد ما بنطلع من الكنيسه بيكون في ايه توزيع ايه ايه قهوه بيكون في ناس تقول لبعض كل عام بخير بيكون في ايه في حياه وفي ايه اجيال وفي كل ال ايه في الجيل الاول الجيل الثاني الجيل الثالث ففي هاي هيك الاجواء اللي هي فيها انه اه معلول كان هون إشي مرة وعم من عم بيكون كمان مرة وإحنا كمان عم نعيشه مش بس بنحكي عليه أو بنتخيله غالبية القصص اللي سمعتها عن معلول وعن إيش كان في معلول وعن إيش صار في معلول وأنا صغيرة هي قصص اللي سمعتها عن إيش كان قبل النكبة عن الحياة الإجتماعية الحلوة اللي كانت موجودة في معلول عن يعني كيف كانت العلاقات وطيدة بين الناس عن بإيش كانوا يشتغلوا بالزراعة بتربية المواشي ما سمعتش كتير إشياء عن النكبة هاي الفترة الزمنية كانت هيك إيه على جنب إيه ستي الله يرحمها حكت لنا قبل عن كل شيء بتعلق بمعلول اشياء كثير حلوه يوم بصير ترمي الزيتون كله ولنا ببلادنا كزة الزيتون لما بتمرض بالالزهايمر اول شيء بترجع له هي ايش صار بالنكبه في ال 48 وهي كانت اللحظه الاولى اللي فيها انا عمليا بسمع من ستي باللاوعي تاعها عم تحكي لي ايش صار في 48 ترجع للتراوما الكتير صعبة اللي عاشتها في الثمانية وأربعين. وهاي لحظة بتكون لحظة كتير صعبة و وكمان مؤثرة كتير اللي فيها إحنا بنسمع أشياء صعبة مرأتها بس هي مش عم تعرف إنه هي عم تحكي لنا إياها. وهي اللحظة اللي عملياً أنا ببلش كمان أسأل كمان أشخاص وهون أنا بسأل عمتي كمان بسألها. قد كان عمرها لما طلعت من معلول حياة عمتي طلعت من معلول كان عمرها عشر سنين بصف رابع حكت لي انه فهموا انه في اشياء عم بتصير وانه لازم يطلعوا والخوف وكانه عشان يعني مش عارفين ايش عم بيصير حواليهن بس ستي قالت لها انه بما انه هي طفله صغيره تحط عليها كل الاشياء الثمينه الموجوده عندهم في البيت فبنت صغيره عمرها عشر سنين بلحظه معينه بتحمل كثير اشياء ثمينه على حالها على جسمها وبتطلع بتمشي من معلول للناصره مشي بطلعوا بيطلعوا وبهي اللحظه عمتي بتحكي لي انا بهاي اللحظه بسير من بنت صغيره لبنت حامله ثقل كثير كبير كمان جسماني وكمان نفسي اللي فيه انا كل هذا الحمل هذا تاع هذا المحل على كتافي إحساسي بال أو الربط بيني وبين الحمل اللي حملته عمتي في الثمانية وأربعين وهي طالعة كطفلة صغيرة إيه كمان انتقل بشيء معنى إلي بمعنى اختياراتي وـ وـ ومبادئي وقناعاتي واليوم ليش بشتغل الشغل اللي بشتغله هو كمان جزء من الحمل اللي انا حملته من ال 48 ان كان في كمان قضيه ممارسه العوده ان كان قضيه كمان الحديث عن معلول إذا كان في إمكانية أرجع وأسكن في معلول بعد عشر سنين أنا كنت هذا أنا هذا السؤال دائما كأنه بنسأله كأنه سؤال اللي هو يعني عن جد رح ترجعي هذا السؤال يعني آه عن جد رح أرجع لأنه عن جد كل فلسطيني اليوم لاجئ كمان بريت البلاد بده يرجع يعني السؤال مش وين أنا اليوم موجودة ومش رح كأنه أتنازل عن الحياة اللي أنا إسا عايشتها وأجي أسكن في معلول أنا باللحظة اللي بصير عن جد بقدر أرجع على معلول هذا أكبر امتياز بدي أحققه وأستغله كمان وأخده